متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم ساعات أحوال جوية غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، تحديدا المنطقة الغربية والجنوبية الغربية. خلال يوم غد يتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة مع ارتفاع كبير وواضح على درجات الحرارة في منطقة مكة المكرمة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية بشكل عام مع 29 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة 28 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون معتدلة السرعة. نذهب الآن للتوقعات الجوية ليوم غد في باقي مناطق المملكة. نبدأ من المنطقة الشمالية، تبوك 40 إلى 26 درجة مئوية، عرعر 40 إلى 27 درجة مئوية، أما سكاكا 40 إلى 28 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الغربية ونبدأها بمدينة جدة، تفرق لبعض الغيوم 39 إلى 31 درجة مئوية، زخات رعدية من الأمطار في المدينة المنورة مع 45 إلى 33 درجة مئوية، وارتفاع كبير وملموس على الحرارة في مكة المكرمة لتسجل 47 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 34 درجة مئوية، أما الطائف فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع 36 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 19، الباحة 32 إلى 22 درجة مئوية، وجازان 38 إلى 29 درجة مئوية. نذهب شرقا للدمام، أجواء حارة مع 42 إلى 31 درجة مئوية، أجواء شديدة الحرارة في حفر الباطن مع 46 إلى 30 درجة مئوية، والإحساء 47 إلى 30 درجة مئوية مع أتربة مثارة. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 44 إلى 30 درجة مئوية، نفس الحرارة والأجواء في بريدة، أما حائل فرصة لزخات من الأمطار مع 39 إلى 25 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.